الصبية عندهم شبهة بيرد على الإمام الذهبي هنا، قالوا الحلاج لما قتلوه الدم طار وكتب في الأرض الله الله وهو إلى آخره، صحيح؟ بينشروها. قال الذهبي بالصفحة 41: وقيل إن يده لما قطعت كتب الدم على الأرض الله الله، وليس ذلك بصحيح. الذهبي قال الكلام ده كلام شنو؟ كلام فارغ، كلام كذب كله.